محلى جدك. في محلى جدك لليوم نحكيه على طريقة طبيعية للناس اللي عندها تساقط كبير متاع شعر يوصل لحد انه يولي فارغ برشا، وهي من اكبر المشاكل اللي تقلق المرأة في حياتها، ولو انه حتى مش موضوع يهم النساء كهو يهم الراجل. دونك اليوم عندي لكم طريقة لاستعمال حتى يوسف ولا دونك يوسف عماد والناس اللي يسمع فينا الكل وعندها المشكلة هذه، ركز معايا مليح مليح مليح. وصفتي لكم اليوم سهلة وإن شاء الله تكون إفكاس لكم الكل. أيوة. أولا حط بجنبك 3 مغرفات من زيت الخروع، مغرفة كبيرة عسل وأصفر متاع عظمة، 3 مغارف زيت خروع، مغرفة كبيرة عسل وأصفر متاع عظمة، خلطهم مليح مليح وهتوي وليوك العجينة الطرية. عجينة طرية على الأخر ادهن بها لغسيل متاع شعرك وتبليكيها على فروة الرأس، سورتو على غسيل، سورتو على البلايس اللي فيها اشعار ولا حتى البلايس الفارغه مش مشكل، المفيد ركز على البلايس اللي فارغه شويه. ومن بعد غطي شعرك بوني بلاستيك، واللي ما عندهاش ولا اللي ما عندوش بوني بلاستيك ينجم يستعمل ساشي بلاستيك عادي على الاخر ما يقلقش يعني. جوست المفيد باش الابليكاسيون هذيك تدخل بالكدا وتتغلغل في لي غسيل نتاع شعر وتخلي شعرك فيها من ساعتين لاربع سوايع، انت وقد ما تنجم، واذا بيك تخلي من ساعتين لاربع سوايع، مش اقل من ساعتين ومش اكثر من اربع سوايع. ومن بعد تغسل شعرك عادي بالشامبوان وان شاء الله معناها وبالتكرار نتاع العمليه هذيه يرجع الشعر يتوال وان شاء الله معناها تلقى حل يا عماد. ان شاء الله ان شاء الله هذه ما فيش حل. معناتها تولى السيوس هذيه تحد من تساقط الشعر، مش هي تعاود تطلع الشعر، تحد من تساقط الشعر وتعمل كثيف معناها وتعاون الشعر باش معناتها تفتح المسام اللي يخرجوا الشعر. اكزاكتو، خاطر شفتو زيت الخروع معروف اللي هو ينمي الشعر يطولها ويطلع الشعر. ولا فهمتك عماد. عارف شوف يا سيدي، مش نحكي لكم على حاجه في الكويت. في الكويت فما نساء، النساء نتاع الكويت يشريوا، مش تجيكم حاجه غريبه شويه، يشريوا الاقمل بالكعبه على خاطر الاقمل قال لك دواء للشعر ويطلع الشعر. اللي ما عنديش عليها فكره الحقيقه، والله حتى انا ما عنديش عليها. اللي حبي تبعك لما عماد يتحمل مسؤوليته والله. اذا اللي سامحونا اللي كنتوا تسمعوا فينا راه جبدنا على اذاعه اخرى، مش كنوز افام هذيا. عماد نجم تغسل وجهك وتجي.